وصباح الخير والنور والفل وكل حاجة حلوة، والرضا والتحدي والإرادة والسعادة والفرح وكل حاجة حلوة. معانا بنوتة زي القمر فيها كل اللي أنا بقوله ده وأكتر وأكتر، وأنتوا بنفسكم هتحكموا عليها. الجميلة نهى جمال، صباح الخير. صباح النور على حضرتك. صباح الفل. يا أجمل ضحكة، إيه الضحكة الحلوة دي؟ ربنا يخليك، وعشان لسه سامعة بقى الزوم بقى. طيب انا عايزه اقول لكم انه نهى الجميله طبعا من يعني ذوي الهمم، زي ما احنا شايفين وشفنا الفيديو بتاع الزومبا. طبعا نهى عندها حاجات كتيره بتعملها في حياتها، بس احنا حبينا ان احنا نبص على الفيديو ده ونسمع الفيديو ده، لان انا خلال طبعا الكلام هعرف ازاي نهى يعني اتعلمت موضوع الرقص وبالجمال ده. انا ما كنتش عايزه اشيل عينيا من على الحركات المظبوطه الايقاعيه الحلوه قوي، بترقص زومبا رائعه رائعه. نهى، عشان ما اتكلمش خليني اتعرف عليكي. لما اقول لك عرفيني على نفسك يا نهى هتقولي ايه؟ من ذوي الاعاقه، بلاش كلمه الاعاقه لان خلاص بقى ما عدناش بنقولها. من ذوي الهمم، الله. كفيفه طبعا، بتحدى الاعاقه، مامتي بتساعدني بتدعمني، كل الناس الإيجابية جنبي بتشجعني، ببعد عن الناس المحبطة اللي طبعا هم كلهم طاقة سلبية، اللي يعني هم كلها يعني مش كتير، بس ما بحبش ان انا اتكلم معاهم كتير، اللي هم مش بيشجعوكي. بحب الناس اللي هم بتشجعني دايما، بتخليني ان انا اقدم اكتر وابقى ماشية لقدام اكتر في الزومبا وفي العزف. وكمان في كده كمان موهبة جديدة ان شاء الله، يعني لو نكملها وكده ونوصل لحاجة كويسة فيها برضو، السباحة. وطبعا بدعم ماما وبابا ليا اتحدى اي حاجة يعني. وهو انا اصلا ما اتولدتش كده يعني، انا عند سن 10 سنين كان نظري 6/6، كنت بشوف عادي جدا. وحصلت ظروف كده مرضية مش عايزة اخش في تفاصيل، بس في الاخر ادت لفقدان البصر التام. يعني يمكن حتى لو انا كنت مولوده كفيفه كانت هتبقى افضل بكتير، لان بتبقى صحبه النظر برضو كده بتبقى صعبه شويه، انك انت كنت بتبقي شايفه وحصل لك ظروف وانت طفله ومش فاهمه ايه اللي بيحصل، وفجاه النظر يعني راح تماما. فالشطاره بقى انك انت طبعا ازاي تتخطي ده، ازاي ان انت بالطاقه الايجابيه تتخطي ده وتكملي حياتك ويبقى عندك اراده وعزيمه. فدي الحته بقى اللي انا كنت شغاله عليها، في حته الموهبه في الموسيقى، ان انا ابقى حاجه. والحمد لله دلوقتي انا عازفه كورال قصر الثقافه، عازفه كورال قصر ثقافه الطفل، واخدت مراكز كتير في الحلم المصري وفي ابداع وفي اصول الثقافه، مراكز اول، واخدت قبل كده مركز ثالث، جبت الميداليه البرونزيه في الحلم المصري. والزومبا بقى يعني دي بتديني طاقة إيجابية لما بكون متضايقة، عندي في حاجة صعبة مثلا، الوقت مضغوط عندي، واروح كلاس زومبا، ألعب زومبا، خلاص يعني كل حاجة راحت بقى، وبروح أشحن يعني من جديد. انا على فكرة وانت بتتكلمي عمالة يعني انا مش لاقيه كلام اقوله، انا عندي احساس ما ان انا عايزاكي تقعدي تتكلمي كده وانا هسمعك. على فكره نهى قالت لي حاجه قبل الحلقه انت نسيتي تقوليها. نهى قالت لي عايزه كمان تشتغل حاجه تانية تضيف كمان يعني مع النشاطات اللي بتعملها والمواهب اللي هي بتعملها. نفسها نفسك تبقي ايه يا نهى؟ دكتوره في علم النفس. الله، لا قولتي لي حاجه تانية. لان كمان قولي ده، قولي مذيعه. انا مش عايزه اقول علشان حضرتك قاعده اكيد مش عارفتي. على فكره يعني من حكمي الصغنن عليكي قوي قوي يعني، وانا يعني مش الناس اللي مش اللي هحكم، بس قد كده انت كلامك ويعني قد كده عندك لباقه وانسيابيه في الكلام وفي كده تنميق في الكلام. انت رائعه وجميله وممتعه الحديث معاكي، او ان انا استمع ليكي ممتعه. فخلي بس موضوع المذيعه ده على جنب نبقى نشوف وضعه ايه. طيب شفتوا بقى نهى، صدقتوني قد ايه جميله. خلونا برضو نتعرف على كام حاجه كده برضو انا يعني عايزاكم تعرفوها. انت عندك كام سنه يا نهى؟ انا عندي 24، في تانية اداب علم نفس، بس يعني الدراسه متاخره شويه، لان طبعا عشان ظروفي المرضيه كنت باجل سنوات كتيره من الدراسه. ولما بقى خلاص
يعني شلت كل ده بقى، رميت كل ده ورا ظهري بقى، وطلعت للدنيا تاني من بعد الإعاقة. لأن طبعا زي ما قلت لك في الأول الحكاية كانت صعبة عليا برضو في الأول، يعني مش هقول لك سهلة، مش هكذب عليك وأقول لك سهلة، لا اتخطيت برضو صعوبات كتيرة وكده، وبعدين رجعت لدراستي تاني واكتشفت موهبتي في الأورج وكملت بقى والحمد لله. يعني تعرف بقى انت اتعلمتيه ازاي وامتى وايه التمكن ده؟ يعني حاجة ممتعة جدا، اتعلمتيه ازاي؟ في البداية أنا لما كنت بروح مع ماما قصر الثقافة عشان أحضر حفلات وبروفات، كنت بروح يعني أحضر بس يعني كمستمع. ففي مرة كده كنت رايحة بروفة وكنت قاعدة مع اللحن وهو شغال، يعني البروفة شغالة واللحن شغال. كان عندك كام سنة؟ كان لا كان كنت صغيرة لسه، يعني كنت عندي 17 18 سنة. اوكي. وانا اصلا بحب الموسيقى من الصغر، يعني انا برضو ايام ما كنت ببقى شايفة كنت بعزف برضو اللي هو النشيد الوطني اللي هي حاجات الاطفال في المدرسة. فالمايسترو لاحظ ان في موهبة من ايه، كنت قاعدة كده بعزف بايدي على رجلي، يعني قاعدة ماشية مع اللحن كده بايدي. فقال لي انت بتعزفي آلة؟ قلت له لا، بس كنت بعزف وانا صغيره يعني شويه اكسليفون اورج زي ما بنعمل في المدرسه كده. فقال لي لا، طب تعالي كده، خدني من ايدي قعدني على الاورج، عزف كده لحن بسيط، هو طفول يعني ذهب الليل وانا فاكره كويس. فقال لي ايه تعرفي تطلعي، هو عزفه على اوكتاف، انا الاوكتاف اللي قبله قلدت اللحن بالظبط، وبقى مبهور بيا وبيسقف لي بيقول لي انت ازاي قلدتيني، انت مش شايفاني وما قلتلكيش سولفيج، يعني ما قلتلكيش حروف، ما قلتلكيش تعملي ايه، انت طلعتيه بودنك. الله. فالموهبه السماعي بتبقى مختلفه عن النوته او السولفيج، ان انت يكون معاكي نوته بتقراي اللحن منها، لا، فانت كون ان انت بتطلعي بودنك فدي هي دي الموهبه بقى بجد، لانك فيما بعد مش هتحتاجي لحد، مش هتحتاجي ان انت تقراي حاجه. مع ان دلوقتي في نوته برايل، يعني انت ممكن تقراي بالظبط. النوته برايل، بس الاسهل ودنك برضو لما يكون الموهبه السماعي، بتبقى بتفيدك كتير يعني، وتخليكي مستغنيه عن اي حد بعد كده في المستقبل. لو مثلا طلع حفله او حاجه وما لحقتيش ان انت تذاكري النوته، فانت خلاص انت سمعتي دي الاغنيه ربنا حاجه طلعتيها. مديها لك، يعني عارفه زي هبه كده من عند ربنا. يعني انا متخيله فرحتك وسعادتك انت ومامتك في الوقت ده او في اللحظه دي، وبالذات لما يعني عزفتي حاجه يعني من الحاجات غير معتاده، يعني غير معتاده، اكيد هو انبهر وانت كنت مش متخيله ان هو عزفك هيعجبه بالطريقه دي وهيطلع صح كده، هو او ما كنتيش تعرفي ان ده فيكي. كل الحكايه ان كنت بحب الموسيقى بس بس وانا صغيره كنت بتعلم مع مع المستر بتاعي في في المدرسه النشيد الوطني، حاجات اطفال وكده، وكنت بتعلمها برضو، كان بيقول لي على حاجات وبعملها، يعني بيقول لي حروف مثلا دو فا فا كده فبنفذها. لكن لما سبحان الله يعني لما حصلت الاعاقه، مش عارفه الموهبه ظهرت من بعدها سبحان ازاي، الله، عطاءات ربنا، فيعني عطاءات سبحان ربنا. الله، هو بياخد حاجه وبيديكي حبيبتي حاجات قصادها، حبيبتي وبتبقى يعني الموسيقى في حد ذاتها هي غذاء الروح. انت الله. لما تسمعي لحن حلو او مثلا تكوني مثلا متضايقه وبتسمعي حاجه هاديه صح، بتهديكي. خدتي بقى جوايز، خلينا كده عشان مش عايزه الحلقه اسبوسي، لو قعدنا نسمعك والله انا مستمتعه، بس انا كل شويه افكر ميعاد الحلقه بقى وعايزين نتكلم في كل حاجه يا منال، فوقي كده. طيب في مجال الموسيقى اخدتي جوايز كتير اخذت كتير؟ انا شوف معايا هنا حاجات اوريها، مش عارفه، معايا حاجه من قصر الثقافه، وفي حاجة من إدارة الطلائع، دي كانت موسيقى برضو، موسيقى، الشهادات كلها موسيقى. موسيقى. أدي شهادة تقدير بقى أهو، مثلا شهادات بقى تقدير تجن ما هي، وهي شهادة التقدير الحقيقة بالنسبة لها هي نفسها، يعني أعتقد نهى شهادة تقدير نهى نفسها حاجة، يعني انت مش محتاجة شهادات تقدير، بس طبعا حاجة جميلة وبتفرح وبتسعد أكيد يا نهى. دي شهادة تقدير من إدارة الطلائع اللي شفناها، ودي شهادة تقدير ثانية من قصور الثقافة، الأستاذة نهى جمال صلاح. يا سلام، برضو حاجة جميلة، حطاهم طبعا عندك في أوضتك. طبعا شوفوا الجمال بقى. طيب والميدالية. والميدالية برضو، أنا قلت ميدالية دي في السباحة ولا السباحة دي لسه لا حاجة لا، جديدة؟ السباحة حاجة جديدة، هي في الموسيقى. الله، دي حتى شكلها بنوتاتي ويجنن، بصوا ميدالية طعمة جدا،
شكلها فعلا حلوة كانت قوي. في مسابقة الحلم المصري، الله. كانت اللي هي بتقام في اسكندرية. كان اوكي. أسبوع جميل جدا، بروفات وكان كله تعب، بس في الآخر لما أخدت الميدالية دي أنا نسيت كل التعب. الله. يعني كانت على الجمهورية، اه وطبعا اسمي اتكتب في الاستاد ان انا واخده مركز ثالث في عزف الاورج، فانبسطوا قوي وكلموني وباركولي وقالوا لي شرفتينا، فكنت مبسوطه قوي. يعني الضحكه بتاعتك، هل انت النهارده بس عشان جايه لنا، ولا انت العادي بتاعك كده، ولا بعض الاحيان بيبقى فيه احباطات ما مثلا؟ مش هقول لك ان انا يعني ابقى بكذب عليكي لو قلت لك ان انا على طول بضحك، ما هو بالظبط احنا في بني اوقات ادمين اه يعني في عادي. اوقات برضو بنمر بيها، بس الشطاره بقى في انك انت تتخطي الحاجات دي. ازاي؟ إيه طبعا، قولي بقى ما هقول للناس بالاصرار. الفله اللي يعني طول الوقت بيشتكوا وطول الوقت عندهم حاجات تعباهم كتير كتير كتير، فهنسمع من نهى. قولي يا نهى، نعمل ايه؟ بالاصرار والاراده لا بس انا عايزه كلام بقى واقعي، يعني بلاش بقى الكلام تمام الضخم ده، يعني فعلا تمام متضايقه بتعملي ايه؟ يعني بتكلمي نفسك، بتعملي ايه؟ اول حاجه قبل ما بنام بقول انا عملت ايه في يومي النهارده. يعني انا مثلا اليوم اللي ما بعملش فيه حاجه ايجابيه او حاجه مفيده ببقى متضايقه، ببقى نايمه متضايقه. طب انا ما عملتش ليه حاجه النهارده، حاجه مثلا مفيده، زي مثلا اتعلمت رقصه زومبا جديده، او طب ما احنا بقى عايزين نقف عند رقص الزومبا ده، لانه يعني بصي انت او قلتي طلعت لحن برضو على الاورج جديد، الله. او يعني ذاكرت لا كويس. ما هو رقص الزومبا ده مش لازم تقولي لنا اتعلمتيه ازاي، ما هو بصي برضو يعني احنا حدودنا انه ممكن يا حبيبتي بتسمعي كويس وبتؤدي كويس حتى غنى، بتستخدمي صوابعك اوكي، لكن رأس الزومبا اللي احنا شفناه في بداية جسمك الحلقة كله. جسمك كله والحركات، لو يعني بنوتة مش عايزة اقول مدربة زومبا في اي جيم، وهي طبعا جسمها مساعدها فهي امرايه اصلا ولبسها حلو قوي، ده كله يعني على جنب. بصوا الزومبا، بصوا يا جماعة، هي دي نهى. لا ازاي الحركات مظبوطة كده يا نهى، وازاي في استمتاع وفي ثقة ومفيش خوف ومفيش تردد. طيب مين علمك؟ أغلى حاجة عندي ماما. ماما. احنا طبعا ماما كانت معانا، ماما ست مصرية جميلة عادية خالص، ست مصرية جميلة. أنا قلت لك من يعني الأول هل هي مثلا مدربة زومبا، هل هي حاجة ولا ولا أي حاجة، ولا بس أي حاجة؟ يعني هي يعني ملهاش في الرياضة خالص، شغلها بعيد عن الرياضة تماما، بس عشان عندها عايزة أخلي نهى زيها زي أي حد واحسن بكتير. بالظبط. هي حاطه في دماغها يعني هدف، حاطه في دماغها هدف ان هي توصلني زي اي حد بيشوف. واحسن يا نهى بكتير بالظبط كده. بكتير. وهي انا قلت لك في الاول هي اغلى حاجه عندي مامتي، لان هي يمكن اقول لك حاجه، هي دايما تقول لي انا عايزه اعلمك كل حاجه علشان تعتمدي على نفسك. اقول لها يا ماما ليه ربنا يخليك ليا وتفضلي معايا على طول؟ تقول لي لا، برضو علشان تعتمدي على نفسك وتعملي كل حاجه لوحدك. حلو قوي. انت الفيديوهات دي بتنزليها بقى على اليوتيوب وكده، ولا دي ليكي انت؟ هي اوريدي نزلت عند كابتن شريف فرنسا، طبعا ده اكبر كوتش في الوطن العربي. بجد والله انت قلتي لي الاسم، بس انا للاسف يعني مش متابعه قوي. عايزه كل اللي بيشوفونا يدخلوا على صفحه كابتن شريف فرنسا وصفحه هاوسا دانس، هيشوفوا فيديوهاتي عنده. كاتب كلام جميل قوي 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 بجد، طالع من قلبه. كاتب عن موهبتي ونشر لي فيديو ليا وله. وعلى فكره وعملتي معاه كمان فيديوهات، عملتي معاه كمان. واستضافني في الجيم بتاعه، وكانت مقابله جميله، وكان يوم جميل قوي هو والناس اللي عنده والتيم اللي عنده. كان هي ناس بصراحه كلهم طاقه ايجابيه وبيحبوكي كده ويحتضنوكي، وتحسي ان انت داخله بيتك التاني يعني يا بجد. حبيبتي انا عايزه اسال سؤال مهم، بما ان جبنا سيره ماما، وماما دي يعني الكلام عليها يبقى قليل، بس انت عندك هديه وربنا بعتها لك، ومنها انت اكيد هتبقي عند ربنا حاجه مميزه جدا جدا بكل اللي انت بتعمليه وتقبلك وشغلك مع نهى، فمهما الواحد اتكلم معاكي يعني انت في مكانه كبيره جدا جدا. عايزه اعرف انت عندك اخوات تانيين؟ عندي اختي اكبر مني ب5 سنين، اوكي. بس هي متجوزه. متجوزه بس يعني انتوا بنوتين؟ بس اه واحنا اغلى حاجه عند ماما ده يعني. اكيد، ده اكيد، ده اكيد. طيب
احنا كده لسه ما اتكلمناش على الدراسه، احنا كده كمان رايحين لموهبه تانية او مجال تاني انت دخلتيه ولا كنت لسه عايزه تدخليه، وهو السباحه. انا هقول لك هو جه منين. ايوه انا كنت في النادي بصور رقصه زومبا، اوكي، كان ورايا البسين، اوكي، كان في خطوات في الزومبا ان انا ارجع لورا، انا خايفه، بقول لماما ماما هو انا لو وقعت في البسين ايه اللي هيحصل، انا مش بعرف اعوم. فقالت لي لا يا نوى ده بعيد عنك ما تخافيش يا حبيبتي، كان عندك كام سنه واحنا جنبك. ده قريب خالص، قريب، الكلام ده من شهرين او يا خبر ابيض. احنا على فكره شايفين الفيديو بتاعك في البسين. طيب ها كملي يا فاتكلمنا مع كابتن محمد الحناوي واحنا خارجين بقى كده من النادي، قال لي عادي خالص تعالي وانا اعلمك وما تقوليش كده. قلت له طب انا مش بشوف هتعلم ازاي، قال لي مفيش حاجه اسمها كده تعالي وهعلمك وما تقوليش كده، هنوصل ان شاء الله في حاجه كويسه. انا بقول لك انا ما كنتش بعرف اطلع رجلي لفوق. هو وصلني ان انا بسيب ايدي ورجلي في الميه، لسه ايدي ما اتحركتش قوي يعني، لسه ما عملتش بها حركات، بس رجلي اشتغلت ويعني بعوم مسافات قصيره. هو لحقني على طول في الفيديو، يعني لو تشوفي في الفيديوهات هو على طول لحقني جنبي، ويعني هو برضو يعني متفائل واكيد بيقول لي هوصلك لحاجه الحمد لله كويسه، حتى احنا مش يعني مش ناويين نخش مثلا بطولات واولمبيات وكلام من ده، احنا بس عشان يعني نعرف نعوم مش اكتر، يعني لما تنزلي المايه لوحدك ما تغرقيش يعني. مع ان هي حصلت في الاول بس الحمد لله يعني كان جنبي ولحقني وكده، بس جميله قوي. متفائل. طيب انا هروح للدراسه واختيارك لكليه اداب قسم علم نفس، والموضوع ده جه ازاي؟ طبعا اداب علم نفس انا اخترتها بارادتي، يعني ماما كان نفسها اصلا اخش اداب انجليزي، بس انا اخترت علم النفس بارادتي لان نفسي قوي اكون يا دكتوره في علم النفس يا دكتوره تنميه بشريه، لان بحب قوي اقعد اسمع دكاتره التنميه البشريه، وطبعا بيتكلموا بالطاقه الايجابيه وبيتكلموا بالتفاؤل دايما، وازاي ان انت برضو تتخطي الصعوبات اللي قدامك، وازاي تحققي هدفك، وازاي انك انت ما تقفيش عند حاجه معينه وما تسمعيش للناس اللي مثلا المحبطه السلبيه، وتحاولي تعالجيهم، يعني تحاولي ان تخليهم مشركين على الحياه زيك، لان السعاده بتعدي والايجابيه بتعدي زي ما السلبيه برضو بتعدي، فانت ممكن تعديهم بالطاقه الايجابيه اللي عندك احسن ما تخليهم هم على طول ياثروا عليكي او ياثري انت عليهم. الله. فانا نفسي قوي قوي في المجال ده بجد. خلال بقى يعني سنوات عمرك الصغننه خالص دي، انت فعلا ممكن تكوني في وقت من الاوقات مثلا لجأتي لايف كوتش، لجأتي لحد تنميه بشريه، لجأتي لحد نفسي، ولا كان الامور ماشيه ازاي؟ لا انا ما لجأتش لحد خالص، كانت الحكايه كلها يوتيوب، الدكاتره اللي بحبهم كنت بفتح يوتيوب اسمع، كان بيعجب في يعني في دكاتره برتاح لهم وفي بعد يعني، فطبعا بحب قوي ان نسمع بقى حته العلاج اللي هي بالروحانيات، ازاي انت روحك تبقى حلوه علشان اللي قدامك يحسها فيتعدي منها. ايه الجمال ده. فيعني الكلام يبان كبير شويه بس هو سهل والله. هو يعني الكلام سهل، اللي هو ان التنميه البشريه نفسها والكلام عن الطاقه الايجابيه سهل، بس الدراسه بقى نفسها بتبقى شاقه شويه، لان علم النفس تقيل وانت على مدار كذا ترم بتدرسي يعني ابعاد الشخصيه الانسانيه، اغوار الشخصيه، وفي بقى يعني يعني ده في ماده لوحدها اسمها مهارات تفكير، انت بتخليكي ازاي تفكري وازاي انك انت تحلي المشكلات وتتخطيها، وفي علم نفس اسري يعني بيدرس الاسره وازاي تتعاملي مع الاسره، ففي كل المحتويات اللي هي علم النفس بكل انواعه. طيب انا عايزه اقول لك على حاجه حلوه قوي جات في مخي دلوقتي يا نهى، يعني احنا عمالين انا مبهوره وسعيده وكل الاحاسيس الحلوه ناحيتك ومعجبه وحاجات كتيره قوي قوي، وانت بتتكلمي والكلام كده كمان بقول لك يعني عندك يعني طلاقه حلوه قوي قوي، والكلام طالع من قلبك والكلام انت بتطبقيه في حياتك مش كلام بس، والكلام انت مؤمنه بيه ورابطه كل حاجه، رابطه ربنا بالدنيا بالناس، يعني عامله كده تكوينه حلوه من الكون نفسه، فده شيء رائع جدا انا شايفاه في كلامك يا نهى. بس خليني اقول لك على حاجه بقى، جواكي انت بتعملي كل ده لنهى، بتنمي نهى، بتطوري نهى، عشان انت بتحبي نهى وسعيده بنهى،
وعايزه تشوفي نهى في مكانه حلوه قوي، وده عشان طبعا مامتك الجميله والمجهودات اللي بتعملها. هل جه في مخك حاجه اسمها انا ممكن ابقى مثل او الهام لحد او قدوه، او هل جه في مخك الكلام ده؟ هل انت بتعملي الكلام ده وفي مخك النقطه دي؟ طبعا يعني انا مثلي في التحدي والعزيمه هو طبعا الموسيقار عمار الشريعي. طبعا. وبفتكر له الاغنيه اللي كان قالها جمله فيها عجبتني قوي، بتقول ايه؟ لنا عاجز ضرير، لنا عاجز ضرير، ولا كل من شاف بصير، والله يا عمي القلوب نخط بيد المصير. الله. يعني والله لسه جايه في بالي دلوقتي، انا بقالي زمان ما سمعتش الاغنيه، بس الجمله دي كل ما باجي اسمعها يعني هو كفيف اتحدى كل ده وبقى موسيقار كبير. طب عمل كده ازاي؟ طب انا ما اعملش كده ليه؟ ومش في الاورج بس، في حاجات تانية كتير. اللي يعمل في الاورج يعمل في غيره، ويعمل في آلات موسيقية تانية وفي مواهب تانية، وفي حياته يعني في مجالات كتيرة جدا جدا، مش لازم بس في الموسيقى. فعلا هي بس الفكرة نفسها ان هو الانسان يبقى مؤمن بيها، ان هو قادر ان هو، وهو قالها يعني، هو قال يعني اللي هو يقصد ان العمى مش عمل البصر، هو عمل قلب يعني. البصيرة. صحيح بالظبط كده، لازم يكون عندك البصيرة قبل البصر، لان هي دي اللي هتوريكي اللي قدامك ده بيحبك ولا لا، خايف عليكي ولا لا، قلبه عليكي ولا لا. فده الاهم. وانا عايزه اسمعك كتير كتير كتير، بس انت في حاجه معينه نفسك فيها ان انت توصلي لها، انك تكوني سفيره، اعتقد ده من احلامك. قولي حلمك ايه. وهقول لك بقى حاجه تانية، عشان احنا اتفقنا على الموضوع ده قبل الهوا، انت قلتي انا ممكن اختم الحلقه عشان انا عايزه اشتغل موسيقار. فبجد انت خير من يختم الحلقه، رائعه رائعه. فقولي لي الموضوع الاول سفيره، واختمي بعد كده الحلقه. انا يعني نفسي قوي اكون سفيره لذوي الاعاقه، بلاش ذوي الاعاقه، ذوي الهمم. نفسي اي حاجه يعني مش متوفره، لان برضو في حاجات متوفره لهم، بس في حاجات تانية برضو بتبقى ناقصاهم. يعني هي الدوله عامله لهم كل حاجه، بس في حاجات ممكن تكون برضو ممكن تكون مش على بال الدوله ان هي تعملها. فانا يعني عايزين مثلا سفير او سفيره، ده اللي انا نفسي فيه، ان انا عايزه اي حاجه ان هم يحتاجوها اتكلم عن بصوتهم وبلسانهم. بصي يعني هما بيقولوا لي لازم نختم، فكرتك وصلت وامنيتك ان شاء الله ربنا يحققها لك زي ما انت قدرتي تحققيها. وعايزه كمان اشكر قوي قوي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل اللي عامله لذوي الاعاقه. احنا مش بنقول له سياده الرئيس، لازم نختم. هي فعلا المذيعات فعلا غايه شويه زينا كده. حبيبتي يا نهى جمال، من اجمل اللقاءات، وانا بشكرك، وان شاء الله على لقاء تاني عشان نكمل الكلام. اختم انا بقى. طب يلا بسرعه. طب الكاميرا فين؟ معاكي كده زي ما انت شايفاكي. نلقى ان شاء الله في حلقه جديده من عيشها صح. خلي الاعاقه طاقه وانطلاقه، مش قاعده واحباط في البيت، واجعل جراحك وقود لنجاحك وعيشها صح.